السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة اسمها ريدر جي بي تي، ودي عبارة عن أداة تضاف للمتصفح بتاعك لو أنت عندك مقالة كبيرة، هو يقدر هو يلخصها لك. الأداة بسيطة، كل اللي أنت عليك هتضيفها لجوجل كروم، وبعد كده مثلا دي الصفحة بتاعتي، تمام. كل اللي أنا عملته إن أنا جيت هنا ودوست هنا، هو بيبعت المعلومات دي لشات جي بي تي ويستقبلها تاني يروح ملخصها لك. طيب تعال نجرب حاجة تانية. هو ليكم مثلا هدخل على موقع الجزيرة وبقول له لخص لي، لاحظ ان هنا يعني مش مقر رئيسية واحدة. تعال نشوف هيقول ايه. بيقول لك انا هلخص من خلال شات جي بي تي. بيقول لي يعني خف عليا، فبيقول لي دي كذا مقالة من كذا مكان بتتكلم عن حاجات اخبارية، وهيبدأ يلخص فيهم. بيتكلم بقى طبعا 8 مارس سعيد المرأة، فبدأ يقول شوية معلومات. طيب حرب روسيا، أقول له لخص لي. فبياخد المقالة ويرجع لشات جي بي تي ويبدأ يلخص، تمام. فبدل ما تقرأ مقالة طويلة، هو بيديك الملخص للموضوع.